نرجع نكمل في الميتنج التاني ده. المسألة اللي كنا واقفين عندها، هو كان طالب مني كمان الانرجي دينستي في نص الكيوب. هو قال لي ان الكيوب بتاعي اكس من واحد لاتنين، واي من واحد لاتنين، زد من واحد لاتنين، يعني نص كيوب الاكس بتاعته بواحد ونص، والواي بتاعته بواحد ونص، والزد بتاعته برضه بواحد ونص. يعني النقطة اللي في السنتر بتاع الكيوب يا جماعة عبارة عن واحد ونص وواحد ونص وواحد ونص. وانا عايز الانرجي دينستي في النقطه دي. الانرجي دينستي انا عارف ان هي بتساوي التكامل، انا اسف، بتساوي نص ابسلون نوت في الاي، اللي هي نفس المعادله بتاعت الانرجي ستورد بس من غير التكامل في اي سكويرد. انا اسف، احنا معانا المعادله بتاعت الاي، نحط فيها الاكس بواحد ونص، الواي بواحد ونص، الزد بواحد ونص، نطلع التوتال الكتريك فيلد بكام عند السنتر بتاع الكيوب، وبعد كده يبقى الانرجي بتاعتي هي نص الابسلون نود في الاي سكويرد، اللي هي معادله الاي سكويرد، وعوض عن الاكس بواحد ونص، الواي بواحد ونص، والزد بواحد ونص، تطلع 2.07 في 10 أو سالب 10 جول لكل متر مكعب. تعالوا نبص على مساله شبه بتاعت الشيت بالظبط، وبعد كده نحل بتاعت الشيت. هو مديني البوتنشال ب 80 الفي، كانت 80 في ار تو ذا باور 0.6، وقال لي ان ده بالسفيريكال كوردينيتس، وطلب مني اجيب الاي بكام، واجيب الرو في بكام عند ار بنص متر، واجيب التشارجز انكلوزد عند ار ب 0.6 متر. اول حاجه يا جماعه، ده سفيريكال كوردينيتس، انا مش حافظ الجراديانت بتاعه، فمحتاج ارجع للفورمولا شيت عشان اشوف الجراديانت بتاع السفيريكال كوردينيتس شكله عامل ازاي. الجريدينت في السفيريكال كوردينيتس كان تفاضل الفي بالنسبه للار ده في اتجاه اي ار، واحد على ار تفاضل الفي بالنسبه للسيتا في اتجاه الاي ثيتا، واحد على ار ساين ثيتا تفاضل الفي بالنسبه للفاي في اتجاه الاي فاي. بص يا جماعه، هم الثلاثه كومبوننتس دول بس. انا الفي بتاعتي ده جريدينت مش مهندس، ولا الدايفرجنس ده جريدينت. تمام. لما الدلتا تخش على سكيلر اسمه جريدينت. تمام. والجريدينت ده بيطلع فيكتور، انت واخد بالك، في اتجاه الاي ار، في اتجاه الاي ثيتا، في اتجاه الاي فاي. الدايفرجنس ما كانش بيطلع فيكتور. الدايفرجنس ما بيطلعش فيكتور يا جماعه، الدايفرجنس بيطلع، هنحل بالدايفرجنس دلوقتي. بس المهم يا جماعه، انا دلوقتي هيطلع عندي فيكتور في الثلاثه دايركشنز، في الار وفي الثيتا وفي الفاي، بس انا لان الفي بتاعتي فانكشن في الار بس، لما اجي افاضلها بالنسبه للسيتا هتبقى بزيرو، ولما اجي افاضلها بالنسبه للفاي هتبقى بزيرو، فاللي هيبقى معايا هو تفاضل الفي بالنسبه للار في اتجاه الاي ار بس. فيبقى الجريدينت بتاع الفي بقى منه تفاضل الفي بالنسبه للار في اتجاه الاي ار. نعرف ناخد المعادله دي ونفاضلها بالنسبه للار ولا لا يا باشمهندس؟ سهل جدا، شكلها رخم شويه بس هي معادله عاديه خالص، بولينوميال عادي تو ذا باور 0.6. اطرح من ال 0.6 دي 1 تبقى ناقص 0.4، نزل الباور اللي هو 0.6 الاول، وبعد كده اطرح منه 1 يبقى ناقص 0.4، يبقى 80 في 0.6 ار تو ذا باور نيجاتيف 0.4. وما تنساش الاشاره النيجاتيف اللي بره بتاعه الجريدينت، يبقى ناقص 80 في 0.6 ار تو ذا باور نيجاتيف 0.4 في اتجاه الاي ار، اللي هي ناقص 48 ار تو ذا باور نيجاتيف 4 في اتجاه الاي ار. فده كان اول مطلوب يا جماعه اللي هو الاي. عشان نحسب رو في يا جماعه، انا عارف ان في حاجه بتربط الرو في او التشارج دنسيتي مع الالكتريك فيلد، بس مش مع الالكتريك فيلد انتنستي، او مش مع الاي يعني، مع الالكتريك انتنستي اللي هي معادله الدايفرجنس، اللي بتقول لي ان الرو في بتساوي دايفرجنس الدي. علشان نجيب الرو في بقى يا جماعه، المفروض نعمل ايه؟ نجيب الدي الاول. انا عارف ان الدي عباره عن ابسلون نود في الاي، الاي كانت بتساوي دي على ابسلون، او دي هي عباره عن ابسلون نود في اي، فهاخد المعادله بتاعت الاي اللي انا جبتها دي اضربها في ابسلون نود، وبعدين انا عارف ان الدايفرجنز او ان رو في بتساوي دايفرجنز الاي، دايفرجنز الدي، فنعمل دايفرجنز في السفيريكال كوردينيتس،
في السفيرك في الكوردينيتس يا جماعه، انا كان في عندي معادله للحاجات اللي في اتجاه الاي ار، ومعادله للحاجات اللي في الاي ثيتا، ومعادله للحاجات اللي في الاي فاي. يعني كان المفروض هو 1 على ار سكويرد بارشال باي بارشال ار، ار سكويرد في دي ار زائد حاجه بتاعه الثيتا وحاجه بتاعه الفاي، لان انا ما عنديش هنا ثيتا كومبوننت ولا فاي كومبوننت، فانا يبقى الدايفرجنس بتاع دي هو الار كومبوننت بس. بص يا جماعه الدايفرجنس ده عشان بس نفهم بنعمل ايه، انت بتاخد من اول البراكت ده، اول حاجه تاخد الدي تضرب الدي دي ار اللي هي الدي في الدايركشن بتاع الار، تضربها في ار سكويرد، فبدل ما هي ار تو ذا باور نيجاتيف 4 هتبقى ار تو ذا باور نيجاتيف 4 زائد 2، يعني ار تو ذا باور 1 1.6. ضربت ار سكويرد في الدي، بعد كده افاضل الكلام ده بالنسبه للار، تفاضل الكلام ده بالنسبه للار يا جماعه هننزل ال 1.6 ونطرح من الباور 1، يعني هتبقى ناقص 4 ناقص 48 ابسلون نود في 1.6 ار تو ذا باور 1.6، شيل منها 1 يعني 0.6 بس، هتبقى ناقص 4 48 ابسلون نود 1.6 ار تو ذا باور 0.6 ضربت في ار سكويرد، بعد كده فضلت بالنسبه للار، بعد كده اقسم على ار سكويرد، يبقى الرو في بتاعتي دي المعادله بتاعتها او ان تيرمز اوف الار دي ده شكلها، وهو قايل لي عايز الرو في انكلوزد او الرو في اللي موجوده عند ريديوس 0.5 متر. رحت معوض عن الار ده ب 0.5 متر، طلع معايا الرو في بكام. بعدين يا جماعه قال لي هات الكيو انكلوزد، عايز التشارجز انكلوزد بسفير الريديوس بتاعها 0.6 متر. تشارجز انكلوزد يا جماعه دي اللي هي جاوس، جاوس كان بيقول لي ان التكامل بتاع دي ضد دي اس بيساوي كيو انكلوزد، فانا لو عايز كيو انكلوزد هجيب التكامل بتاع دي اللي انت جبتها دي ضد دي اس. في السفيريكال كوردينيتس يا جماعه دي ضد دي اس دي بتساوي دي في مساحه الكوره، لما تكون الدي بتاعتي رقم ثابت، لكن انا عندي دي هنا مش رقم ثابت يا شباب، الدي عندي هنا فانكشن في الـ فانكشن في الار، فعشان كده هعمل انتجريشن بتاع الدي اللي هي ناقص 48 ابسلون نوت ار تو ذا باور نيجاتيف 4، بعد كده ار سكويرد ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي، دي اللي هي دي اس بتاعه السفيريكال كوردينيتس. وزي ما قلت لكم لو فاكرين من السكشن اللي فاتت بتاعت الجاوس يا جماعه، لما بنيجي نكامل على سفير عشان اجيب حجم الكوره كله، الثيتا بتتغير من 0 لباي والفاي بتتغير من 0 ل 2 باي. نعمل التكامل ده يا شباب، الار رقم ثابت ما بيعتمدش على الثيتا والفاي يطلع بره التكامل، يبقى ده عباره عن ناقص 48 ابسلون نود ار تو ذا باور 1.6، ده كله هيطلع بره التكامل، ويبقى معايا بس ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي، نكامل ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي من 0 لباي بالنسبه للثيتا ومن 0 ل 2 باي بالنسبه للفاي. تكامل تكامل ساين ثيتا بالنسبه للفاي هو عباره عن فاي في ساين ثيتا، والفاي نعوض من 0 ل 2 باي يعني 2 باي، وتكامل ساين ثيتا عباره عن ناقص كوزاين نعوض من 0 لباي. تطلع معايا المعادله بتاعتي او الكيو انكلوزد يا جماعه شكلها عامل كده، نعوض عن الار 1.6 متر انا اسف، يطلع معايا ان الكيو انكلوزد بالسيرفيس ده ناقص 2.3 نانو كولا. ماشي يا شباب باشمهندس، هو مش ينفع انا اعمل تريبل انتجريشن للرو في دي في من اتجاه الفوليوم؟ ينفع صح 100% صح 100%، تاخد الايكويشن بتاعت الرو في تعمل لها تريبل انتجريشن رو في دي في جيب كيو انكلوز صح 100%. طب بالنسبه للار من فين لفين؟ بالنسبه ايه؟ من زيرو لحد الريديوس اللي رو في عنده. نعم؟ من زيرو لحد الريديوس اللي بتحسب عنده. تمام. مش دي سفيريكال شيل؟ ايه؟ سفيريكال شيل يعني على السطح بس. ده مش المفروض يبقى رقم بس معين؟ لا. السيرفس بتاعها سفيريكال شيل. بس انت عايز التشارج اللي جوه السفيريكال شيل اللي هي جوه السفير كلها يعني. سوليد ستيل. تمام. سوليد سفير. تمام. مفيش حاجة جديدة. مفيش حاجة جديدة مفيش حاجة جديدة طيب
بصوا اكزامبلز الفضله دي ما فيهاش حاجه جديده، فتعالوا نحل بقى المساله بتاعه الشيت. المساله اللي احنا كنا سيبناها يا جماعه في المره اللي فاتت، مساله الجريديان دي اللي هي مساله رقم 2، كان بيقول لي في عندك سفيريكالي سيمتريك تشارج، سفيريكالي سيمتريك تشارج ديستريبيوشن ان فري سبيس وذ ار من 0 لحد انفينيتي از نون تو هاف ا بوتنشال فانكشن اوف كذا. هو مديني الفي بتاعه السبيس، ده المعادله بتاعتها فانكشن في الار اللي هي بتساوي في نود ده رقم ثابت، اي سكوير ده رقم ثابت برضو مقسوم على ار سكوير، ده من اول صفر لحد انفينيتي. طلب مني الالكتريك فيلد، طلب مني الفوليوم تشارج دينستي رو في، طلب مني التشارج كونتيند انسايد ريديوس اي، وبعد كده طلب مني التوتال انرجي ستورد ان ذا تشارج او توتال انرجي ستورد في في الالكتريك فيلد بتاع التشارج. يعني بصوا يا جماعه مطلوب ايه وبيدا احنا استعملهم من شويه، فتعالوا نعدي عليهم بسرعه. عندك الفي كان بتساوي في نود رقم ثابت، اي سكوير رقم ثابت على ار سكوير. طلب مني الالكتريك فيلد، انا عارف ان الالكتريك فيلد ده جريدينت الفي، والجريدينت الفي في السفيريكال كوردينيتس بيساوي تفاضل الفي بالنسبه للار في اتجاه الاي ار، فيبقى الالكتريك فيلد بتاعتي يا جماعه هي ناقص تفاضل معادله الفولت بالنسبه للار في اتجاه الاي ار. ار سكوير دي يا جماعه هننزل في الباور ونضرب في الباور ونطرح من الباور واحد، يعني هتبقى تفاضل واحد على ار سكوير بالنسبه للار هيبقى ناقص 2 على ار كيوب. والفي نود والاي سكوير دي ارقام ثابته، ما تنساش الاشاره النيجاتيف اللي بره، هتطلع هتطير النيجاتيف بتاع التكامل بتاع التفاضل انا اسف، فيبقى الالكتريك فيلد بتاعي بيساوي 2 في نود في اي سكوير على ار كيوب، والكلام ده في اتجاه الاي ار. جبنا الالكتريك فيلد يا جماعه، ده المطلوب الاولاني عشان نحسب الفوليوم تشارج دينستي اللي هي رو في، يعني كنا بنجيبها من معادله الدايفرجنز، يعني انا محتاج الالكتريك فيلد دينستي كمان او الدي، انا عارف ان دي هي ايبسلون في الاي، فاخد المعادله دي زي ما هي اضربها في الايبسلون يبقى 2 ايبسلون في اي سكوير في نود على ار كيوب، ده في اتجاه الاي ار. معايا الدي يا جماعه، انا عايز الرو في، الرو في بتساوي دايفرجنز الدي اللي هي في سفيريكال كوردينيتس، كنت باخد الدي اللي هي في الار كومبوننت، باخد الدي في الار كومبوننت اضربها في ار سكوير وبعد كده افاضلها بالنسبه للار وبعد كده اقسمها على ار سكوير. ناخد المعادله دي يا جماعه اللي هي دي ار دي اضربها في ار سكوير، فبدل ما عندي تحت ار كيوب هيبقى عندي تحت ار بس، افاضلها بالنسبه للار هتنزل اشاره نيجاتيف، وبعد كده الباور هطرح منه واحد، بدل ما هو ار تو ذا باور نيجاتيف 1 هيبقى ار تو ذا باور نيجاتيف 2، فهيبقى ناقص 2 ايبسلون نود في اي سكوير على ار تو ذا باور نيجاتيف 2. اقسم الكلام ده كمان على ار يا جماعه، هيبقى عندي على هنسف على ار سكوير هيبقى عندي تحت بدل ما هي ار تو ذا باور 2 اللي هي كانت ار تو ذا باور نيجاتيف 2، يعني بدل ما تحت ار تو ذا باور 2 هتبقى ار تو ذا باور 4، فيبقى الرو في بتاعتي عباره عن ناقص 2 ايبسلون نود في اي سكوير في نود في ار تو ذا باور 4. عايزين نحسب يا جماعه التشارجز اللي كونتيند بسفير ليها راديوس معين، حسبناها من شويه او حسبناها في المساله في الاكزامبل اللي من شويه عن طريق جاوس، هنا احنا حاسبينها عن طريق زي ما زميلكم لسه بيقول تكامل على فوليوم بتاع رو في دي في. انا معايا رو في وعايز اجيب التشارج انكلوزد عند راديوس A، يعني هكامل من اول الزيرو لحد الاي على الراديوس، ومن اول الزيرو لحد باي على السيتا، ومن اول زيرو لحد 2 باي على الفاي، يعني تريبل انتجريشن بتاع السفيريكال كوردينيتس، ده الدي في بتاعت السفيريكال، الار اتغيرت من زيرو لاي، السيتا من زيرو لباي، الفاي من زيرو ل 2 باي. نعمل التكامل ده يا شباب، يطلع معايا قيمة التشارج اللي موجودة هي المعادلة اللي موجودة تحت دي اللي هي 8 باي ايبسلون نود اي سكوير في نود 1 على ار من اول اي لحد من اول زيرو لحد اي. بعدين يا جماعة عايزين الانرجي ستورد، المطلوب الثالث فايند ذا الرابع انا اسف find the total energy stored in the charge، عايز التوتال انرجي اللي متخزنه في التشارج يا جماعه. التوتال انرجي متخزنه في التشارج يا جماعه لما يكون عندي تشارج ديستريبيوشن هي كانت بتساوي يا اما نص سيجما
كيو في ده لو عندي بوينت اوف تشارجز او سيستم اوف بوينت اوف تشارجز، يا اما بتساوي يا جماعه نص ايبسلون نود التكامل بتاع اي، التكامل بتاع اي سكويرد دي في، ده لما يكون عندي تشارج ديستريبيوشن. انا عندي هنا تشارج ديستريبيوشن ومعايا قيمه الالكتريك فيلد كنا جايبينها خالص من الجريدينت في الاول، اول معادله جبناها خالص الالكتريك فيلد المطلوبه رقم واحد في المساله. فانا معايا الاي يا جماعه وعايز اكامل الاي دي على فوليوم، فهنكامل يا جماعه الاي اي سكويرد اللي هي المعادله اللي فوق سكويرد، بعد كده ار سكويرد ساين ثيتا دي ار دي ثيتا دي فاي، دي اللي هي دي في بتاعه السفيريكال كوبنيتس من اول سيكشن لو تفتكروا. وانا عايز اجيب التوتال انرجي ستورد في السيستم كله او في نتيجه التشارج دي كلها. هو بيقول لي عايز التوتال انرجي ستورد ان ذا تشارج، يعني ما قاليش حد ريديوس معين او حاجه يا جماعه، توتال انرجي ستورد يعني على التشارج ديستريبيوشن كلها اللي هي من اول زيرو لحد انفينيتي. علشان كده لما هنيجي نكمل يا شباب او لما نيجي نعمل انتجريشن بتاعنا هنغير الار الريديوس ده من اول زيرو لحد انفينيتي، وبعد كده الدي سيتا السيتا من زيرو لباي زي ما متعودين، والفاي من زيرو لاتنين باي، ونعمل التكامل ده نطلع قيمه التوتال انرجي ستورد اللي موجوده في السيستم بتاعنا بكام. ماشي يا شباب؟ دي ما لسه حاطينها. ماشي يا جماعة؟ شباب حد عنده مشكلة؟ طيب المسألة دي احنا لسه حلينها من شوية في الاكزامبلز، أكيد مش هنعيدها تاني يعني. فكده دون شيت 3. عايزين نكمل او عايزين نكمل الجزء اللي فاضل في الميتنج ده، نتكلم على الشابتر الجاي اللي هو بتاع الدايلكتريك والكاباسيتنس وماكسول وباسو، وبعد كده نخش في الحاله بتاع الشيت ده غالبا يعني هنخش فيه الاسبوع الجاي يعني. انا اسف يوم الاربعاء الجاي. قبل ما نخش في الشابتر ده يا جماعه انا هترمينيت الميتنج وهفتح ميتنج جديد عشان يبقى فيه فيديو منفصل للشابتر الجديد بتاعه. انا هاند الميتنج ده وبعد كده هنفتح ميتنج جديد. الساعه دلوقتي كام؟ بص انا دقيقتين يعني دلوقتي واحده 38 دقيقه 41 دقيقه بالظبط هبدا اشرح في الكلام الجديد يعني، فانا هتمنيت وابدا الميتنج على طول، فالناس تطلع وتعمل جوين على طول. معلش يا باشمهندس. اتفضل. انا دخلت على تاني فيديو عشان انا سوري تاني ميتنج عشان انا اول ميتنج عندي كان النت فاصل خالص. مش مشكله اكتب بس في الشات. كتبت في الشات، كتبت اسمي والاي دي. طيب تمام اوكي شكرا يا باشمهندس.